أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل اسم الناصر من أسماء الله عز وجل؟ وإذا كان من أسماء الناصر فهل يجوز أن تسمى به العائلات أو يسمى به الأشخاص؟ هذا غير معروف في أسماء الله الناصر، ولكن جاء في القرآن: خير الناصرين، الله خير الناصرين. هذا من باب الإخبار، باب الإخبار عن الله جل وعلا. وأما أن يعد الناصر من أسماء الله فهذا غير معروف عند أهل العلم فيما أعلم. نعم.